هذا يقول السلام على الموتى يصل إليهم، أنت ما عليك، أنت سلم كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك إذا زرت القبور أو زرت الأموات سلم عليهم، فتعمل ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يصلهم وما يصلهم الله أعلم بهذا، أن تفعل الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل عن أحوال الأموات، هم يسمعون أو ما يسمعون.